ايضا استمرار لمتابعه موجه الطقس السيء اللي بتضرب محافظه اسوان والوادي الجديد. ايضا كان عندنا ازمه في الوادي الجديد زي ما عرضنا الازمه في اسوان، الناس اللي بتستغيث عايزين خيم، عايزين الحكومه تروح تعمل لهم مساكن ايواء، حد يشوف الخسائر الماديه. الحمد لله ما فيش خسائر بشريه، لكن في خسائر ماديه تقدر بمليارات في محافظه واحده وهي محافظه اسوان. اما محافظه الوادي الجديد فقال لك تعليق الرؤيه تماما، عواصف ترابيه تجتاح العوينات بالوادي الجديد. منطقه العوينات دي بقى، وده الخبر النهارده الصبح، بيضربها نفس الطقس السيء بقالنا حوالي اسبوع، سيول امطار وبعد كده رياح وضباب، النهارده الصبح عواصف ترابيه زي ما حضراتكم شايفين في هذه الصوره، انعدام الرؤيه تماما على طريق العوينات ومنطقه شرق العوينات. الطريق ده بقى او المنطقه دي اللي حسب ما رصد بعض المواطنين يوم الاربعاء اللي فات الاسفلت اتكسر اهو، الامطار الغزيره غرقت الطرق بمنطقه شرق العوينات. طريق اتكسر زي طريق العوينات ابو سمبل اللي هو رابط ما بين العوينات وما بين محافظة أسوان، وده بقى الطريق بتاع العوينات الرئيسي اللي هو الطريق اللي فتحه السيسي عن طريق الفيديو كونفرنس قبل سنتين. الطريق ده بالذات بيعتبر واحد من فخر وزارة النقل في بلدنا، قال لك عندنا طريق في العوينات صارفين عليه قد إيه؟ 29 مليار جنيه مصري، مش ببالغ والله، ده كلام السادة المسؤولين في وزارة الري. وده شكل الطريق بعد ساعتين او بعد كام ساعة من المطر، امطار تصل الى السيول في العوينات، انهيارات ارضية تصيب الطريق اياه اللي اتصرف عليه زي ما بقول لحضراتكم 29 مليار جنيه مصري. النورة دي مش في الشارع ولا في الجبل ولا في ارض زراعية، طيمة التربة والطينة اللي تحس انها مفروله دي ده الطريق اللي عمله السيسي او عملته وزاره النقل في العوينات. انا هعرض لحضرتك فيديو، او قبل الفيديو خلينا كده نجيب كلام الحكومه عن هذا الطريق، تكلفه هذا الطريق اهوت. قال لك 29 مليار جنيه دي خطه تطوير شبكه الطرق في الوادي الجديد، وده شكل الطريق اللي احنا بنتكلم عنه. شايف لما صوروه شايف شكله حلو ازاي ما شاء الله، تحس كده انه طريق مرسوم بالمسطره. الطريق اللي باين في الصورة ده بعد ساعتين مطر باش تحول لإيه؟ شوف بقى الفيديو ده عشان تقارن ما بين الصور اللي بيعرضوها في التلفزيون والإنجازات اللي بتتكلم عنها وزارة النقل وال2 تريليون جنيه وال29 مليار. ده الطريق بقى اللي سعادتك صرفوا عليه 29 مليار جنيه مصري، ده لو فلوس حرام مش هيبقى شكله عامل كده. شغل الفيديو. طبعا الطريق ده مقفول بقاله يومين وراحت فلوسك على الارض يا مواطن، 29 مليار انجازات راحوا في 60 داهيه. الطريق الحلو المقطقط المزقطط اللي كانوا بيتكلموا عنه ده بعد ساعتين تحول لطريق متكسر كان جه عليه زلزال، كان قام فيه اهو. بص شايف الطريق حتى لسه الخط الابيض اهو اللي كانوا بيحتفلوا بيه. حط لي بقى الصوره الثانيه، شايف يعني ده الطريق قبل وبعد، ده الطريق وقت الانجاز وده الطريق وقت المصيبة السوداء اللي حلت فوق دماغ المواطن. ده الطريق وقت ما كانوا صارفين عليه 29 مليار، وده الطريق لما باش وملقاش حد يبص عليه أو يعبر المواطن اللي الناس يا عيني اتحجزت والناس اتقطعت بيها السبل يومين ثلاثة. ويمكن هذا الكلام كتبه عمار علي حسن الناشط السياسي أو السياسي المصري عمار علي حسن، وقال هل يقدم أحد في مجلس النواب استجواب للوزيرين كامل عن انهيار طريق العوينات في الوادي الجديد بفعل الامطار، طريق الذي انفق عليه 29 مليار جنيه من بين 530 مليار جنيه انفقت على الطرق في مصر كلها.
انهار بفعل الأمطار. نعم الأمطار الغزيرة والسيول تؤثر دون شك على سلامة الطرق، لكن طريق انتهى العمل فيه بنهاية أكتوبر الماضي يتصدع، يتشقق، يتفلق، ثم ينهار على هذا النحو المزري، يقول عمار علي حسن. يثير بلا شك أسئلة حول ما إذا كان قد أعد على نحو متين متقن أم لا. وهو سؤال ينسحب ليس فقط على الطرق، إنما على بعض مشروعات البنية الأساسية التي أنجزت في السنوات الأخيرة. ده سؤال مشروع بيسأله عمار علي حسن، هل فعلا هيطلع حد من السادة المسؤولين في البلد، حد من السادة أعضاء مجلس النواب، الإدارة، النيابة الإدارية، المركزي للإحصاء والمحاسبة، يسأل وزارة الري أو وزارة النقل، آسف، سيد الوزير كامل الوزيرين، أو زي ما سماه عمار علي حسن الوزيرين كامل، عن هذا الطريق اللي خلصوه في أكتوبر اللي فات دلوقتي باشا؟ طب ما احنا عندنا إهدار للمال العام يا اخوان، إهدار 29 مليار كده باشو، عارف انت، خدهم الوباء، جرفهم السيل، باشو في الميه فقط في العوينات بالوادي الجديد 29 مليار جنيه، ويطلع يقول لك نيجي على نفسنا شويه، ويطلع يطالب ولي امر التلميذ في ثالثه ثانوي يدفع له 500 جنيه عشان ياخد حقه، ويقول لك يمنع صرف الادويه في المدارس عشان نقلل النفقات، ويقطع الكهرباء عن المواطن عشان مش عارف مش لاقيين فلوس، والادويه مش موجوده في الصيدليات، وازود ونقص حجم الرغيف عشان اوفر، واجي عند الطرق والكباري عند وزاره النقل لا ادفع بلا حسيب ولا رقيب، خالف الدستور في الانفاق على مبدا الصحه، اخالف الدستور في الانفاق على مبدا التعليم، اخالف الدستور في الانفاق على البحث العلمي، اخالف الدستور في الانفاق على البنى التحتيه، واجي عند الطرق والكباري ادي بلا رقيب وبلا حسيب، احنا واولادنا واولاد ولادنا واولاد احفادنا مديونين بسبب الطرق والكباري اللي اتعملت باكتر من 2 تريليون جنيه، ويجي طريق واحد اتصرف عليه 29 مليار ويبوش بعد شوية مطر ومن مطر الصيف، فما بالك بقى لما يدخل علينا الشتاء. كل سنة وحضراتكم طيبين.